قبل هو كان يدفعيوني المال قبل ايه بس بعد المشروع اللي اشتغلناه لا مضبوط والله بس ما يلحق ما شاء الله مطرح قوي منذ ليلة أمس شهدت مدينة الموصل ومحافظة نينوى أمطار غزيرة، أمطار خير وبركة على محافظة نينوى. حقيقة وحسب تصريح الأنواء الجوية كانت أمطار قياسية يوم أمس، خلال 20 دقيقة تساقطت 30 مليم على مركز قضاء الموصل. حدثت تجمعات للمياه، هذه التجمعات صرفتها شبكات المجاري بشكل سلس، وخلال فترة قياسية أقل من ساعتين تصرفت هذه المياه بشكل كامل، علما أن الأمطار كانت مستمرة خلال 24 ساعة. وإلى الآن الشدة المطرية اللي تساقطت على مركز قضاء الموصل خلال 24 ساعة كانت 55 مليم، أيضا هذا رقم جيد جدا بالنسبة إلى شبكات المجاري الموجودة داخل قضاء الموصل. احنا مركز قضاء الموصل مخدوم ب 42% فقط من شبكات الامطار، رغم ذلك استطاعت الشبكات من تصريف هذه المياه بجهود ابطال كوادر مديريه مجاري نينوى اللي كانوا متواجدين خلال 24 ساعه في شوارع مدينه الموصل، ولا زالوا مستمرين بالتواجد لغايه توقف تساقط الامطار ان شاء الله. الايام المقبله ايضا لدينا امطار ستكون في مدينه الموصل، إن شاء الله سنبقى متواجدين. حرص مديرية مجاري نينوى على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي كان لها الدور الكبير بتصريف هذه المياه، وإن شاء الله نعمل على تنفيذ الكثير من المشاريع الأخرى ضمن خطة المديرية. إذا ما قارنا الشدة المطرية التي سقطت على مدينة الموصل 55 مليم مع مدن أخرى سقطت عليها كميات أقل، سيلحظ المواطن الفرق الكبير والإنجاز الكبير الذي قامت به مديرية مجاري نينوى. بالنسبة لنا هذه صفحة إلى إنجازات المديرية، وإن شاء الله نحن على العهد أمام أبناء محافظة نينوى سنبقى نعمل إلى أن تكون خدمات المجاري متكاملة، إلى أن تكون بيئة محافظة نينوى خالية من الملوثات وخالية من الفيضانات التي تعيق حياة المواطنين. للأسف وجود النفايات داخل مدينة الموصل وجهل قسم من المواطنين كان له سبب أيضا بحدوث تجمعات المياه بقسم من الأسواق المحلية مثل سوق النبي. كوادر الصيانة استطاعت معالجة الموضوع بوقت قياسي، أقل من نصف ساعة عالجت موضوع النفايات من خلال رفع النفايات واستخراج كميات كبيرة من أبطال البلاستيكية والنفايات داخل السوق. نطلب من أهلنا في محافظة نينوى عدم رمي النفايات كونها ظاهرة سلبية، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على شبكات المجاري. التجمعات التي تحدث في مدينة الموصل أثناء تساقط الأمطار والأمطار الرعدية خاصة، هذا الموضوع طبيعي. تصميم شبكات المجاري مصممة من قبل نقابة المهندسين العراقية وتدقيق جامعة الموصل. هذه الأقطار لم تقم مديرية مجاري نينوى بتصميمها أو وضعها، أعدت وفق دراسة وتصاميم. شبكات المجاري طالما استوعبت الكميات التي سقطت بهذه الغزارة وخلال فترة قياسية، هذا يدل على أن الشبكات تعمل بشكل صحيح.